كما شفنا في الحلقات اللي مضات، المغني منعم سليماني توجد العمل جديد مع بلال وأيوب أفريكانو، ولكن ما يمكنش تدوس الفرصة بلا ما نسولو على أغنيته الأخيرة أمور طومبي. أغنية كان ديجا حنا كنا ديجا أنا والبنج هاضرين على فيتشرين، بحكم أن كيخدمنا نفس البروديوسر اللي هو كريم الوكيلي، تحية ليه لهنا، وهضرنا على الفيتشرين. ومن بعد أنا كانت عندي لا ماكيت ديال أمور طومبي ومكنا في الاستوديو خدامين وحطيتها، عجبات زكريا وصافي، وداز الفيلين ديك الساعة وخدمنا داكشي. زعما صراحة جا داكشي سبونطاني والحمد لله من عجبت الناس. هذا هو دور الربح وراس المال. باش حسيتي ملي الأغنية لقات هذا النجاح الكبير؟ صافي الحمد لله جاني داكشي زوين صراحة، فرحني داكشي حيت الأغنية كانت عجباني بزاف، فهمتي؟ ومين وصلت الناس وعجبت الناس وليت كنشوف بزاف ديال لي ستار كيديروا لي ستوري بها في لي غاديو. الحمد لله هذيك أحسن حاجة هي الأغنية توصل للناس وتعجبهم. من غير الغناء أنت ملحن وكاتب كلمات؟ هذيك بالنسبة لي واحد الخدمة كنديرها، كنلحن وكنكتب. أنا ديجا كيعجبني نكتب ونلحن ونبروفيزي شي حاجة جديدة. كنخدمو هنا في الاستوديو، كنخدم دي ماكيت وكنشوفو الناس اللي كيعجبهم داكشي. عاوز كنخدم تراب، كنخدم البوب، الار ان بي، الرايل، يعني أي حاجة كنخدمها بحال هكا. صافي الحمد لله مين كنصايبو شي حاجة وكتكون زوينة وكيكون كاين اللي غيستاهلها وكاين اللي غادي تجي مع صوت كيديها. بزاف الناس ما عارفينش انك بديتي صغير وكانت عندك اغنيه مشهوره. اغنيه انا اللي بغيت من قلبي كنت سجلتها في 2010 وخرجتها في 2011. والاغنيه ما كنتش ناوي، انا كنت باقي صغير وفهمتي وما كنتش ناوي زعما على داك السكسي اللي دارت مره. وصراحه في ديك الوقت ما عرفتش كيفاش نتعامل مع السكسي بحكم كان دومين جديد عليا. وصافي الحمد لله كانت الاغنيه وصلت بزاف، ولحد الان بنادم ما كيعرفش بالله راه انا هو اللي مغني ديك الاغنيه. صافا كانت شي حاجة زوينة، كانت فتحت لينا المجال بزاف. منعم باش توعد جمهورك في 2019؟ الصراحة يا دابا كنوجد أغاني اللي المهم خصني بعدا مركز على الأغنية اللي غادي نحط دابا اللي تقريبا قربت تسالي، يعني كنصور كليب وجايين دي فيوتورينغ وجايين أعمال بزاف، جاي الخير إن شاء الله بزاف. والله المهم 2019 إن شاء الله غتكون كلها أغاني إن شاء الله.